السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جبارة، وصفة سحرية بمعنى اصح. الوصفة ديت هتنهي معاكي كل مشاكل الدهون العنيدة، دهون البطن، الجوانب، الارداف، كل المشاكل اللي اي بنت دايما بتعاني منها، سواء في المقاسات وسواء في الجسم او في المظهر. ان شاء الله من النهاردة مش هتشتكي من الكلام ده خالص. ازاي؟ هقولك ازاي. عندنا يا جماعة حبة زي ما انتم شايفين كده، الحبة ديت موجودة في قلب بيتنا، واحنا المفروض يعني بنتناولها كل يوم، بس احنا ده مش واخدين بالنا منها خالص ولا واخدين بالنا من فوائدها. هي يعتبر كنز واغلى من الكنز في قلب بيتنا. ان شاء الله هقول لك على فوائد الحبه اللي انتم شايفينها ديت. دافعها الياف غنيه جدا جدا، هتحسك بالشبع، هتزود معاك معدل الحرق، هتشيل هتفتت كل الدهون اللي في الجوانب والارداف. بمعنى اصح من النهارده ان شاء الله هتخليكي مش هتحتاجي لابلكس ولا اي ادويه من اللي انت بتشتريها من بره او كباسين او الحاجات دي كلها. ان شاء الله وصفه طبيعيه هتشتغل على منطقه البطن والكرش والجوانب، يعني الوصفه دي بمعنى اصح كده شغاله بس او خاصه بس بمنطقه الحرق، جميع الدهون اللي متخزنه في جسمنا، الدهون العنيده. طبعا انتوا جربتوا وصفات كتير ما جابتش معاكم نتيجه، جربتم عملتوا رجيم، عملتوا حاجات كتير. لا ان شاء الله بقى عايزاك تجربي معايا الوصفه ديت. ان شاء الله الوصفه دي هتعجبك جدا جدا، من اول اسبوع هتلاقي في فعلا فرق في المقاسات وفرق في الوزن. عايزاك توزني نفسك قبل الوصفه وبعد الوصفه، تمام كده؟ علشان البنات اللي هي دايما بتكتب لي بتقول لي انا عايزه وصفه خاصه بالارداف والجوانب، الوصفه دي يا جماعه يعتبر اكتر وصفه خاصه بالارداف والجوانب والدهون العنيده اللي موجوده في منطقه الكرش، ودي شيء كافي ان هو يعني اي بنت بتشتكي من الحاجات ديت. نسمي الله ونخش كده نشوف الوصفه. عايزاك توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه مع اصحابكم وقرايبكم علشان ناس كتير تستفاد منه. نسمي الله ونخش كده نشوف الوصفه، يلا بينا. مبدئيا كده يا جماعه الحبه اللي انتم شايفينها ديت، ده طبعا انا قلت لكم في اول الفيديو ان احنا بناكلها دايما على طول باستمرار، ده يعتبر نوع من انواع الخضره اللي هو ايه؟ الفجل. طبعا احنا كلتنا عارفين الفجل ومش تايهين عنه. دي يا جماعه الرز بتاعت الفجل اللي انتم شايفينها معانا ديت، ده الرز بتاع الفجل. انا هوريكم برده كده عود اهوت، ده كده هو بيبقى بالشكل ده كده، بتبقى الورقه بتاعته عريضه وبيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تمام؟ هو ده يا جماعه. ده طبعا احنا بناكله مع الجرجير والخضار، ده بيبقى نوع من ضمن الانواع ديت. هو بصراحة بقى بره انا مش عارفة هو بيبقى اسمه ايه، بس هو بيبقى موجود يعني بكميات كبيرة برضو في دول تانية، بس ممكن يكون بدل البياض دوت بيبقى فيه احمر شوية، تمام؟ فاحنا النهاردة هنعمله بطريقة كويسة جدا على اساس ان هو بيبقى فيه كميات الياف كبيرة جدا. كمان في حاجة عايزة اقول لكم عليها، العشبة ديت او الحبة ديت ده بتخفض نسبة الكوليسترول في الدم، حتى الناس اللي عندها السكر ممكن ان هي تستعمل الوصفة ديت، دي بتشيل الدهون الثلاثية اللي موجودة في الدم وكمان بتنظم معاكي معدل السكر في الدم، تمام؟ نسمي الله كده ونشوف الطريقة بتاعتنا، واللي محطش لايك يا جماعة يحط لايك ويلا بينا. هنعملها بطريقة كويسة جدا. ونصيحة مني يا بنات، الناس اللي هي بتاكل الفجل الرز ديت وهي بتاكل الرز ديت، دي بتبقى كويسة جدا. هنقطعها بالشكل ده كده اهو، طبعا بنكون منظفينهم كويس جدا على اساس ان احنا يعني الوصفه ديت. ده كده يا جماعه بيبقى عليها قشر وبيبقى فيها شعيرات، ده بنشيلها خالص بالسكينه زي ما انتم شايفينها قدامكم اهيت، اهي بننضفها كده اهو بالسكينه على اساس لو في شعيرات في قشر تبقى نضيفه، وبنغسلها كويس جدا على اساس ان احنا هنتناول الوصفه ديت. ده كده بالشكل ده كده. حابه تزودي الكميه زوديها انت وراحتك، انا بس بقول لكم يعني على الوصفه وعلى المقدار، وحابه انت تزودي مفيش مشكله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ده كده عندك اي حاجه انت هتغلي فيها الوصفه زي دي كده اهو، نزل كل الحاجات اللي فيها بالشكل ده كده. ده كده يا جماعه المقدار اللي انا عملته دوت، ده على قد كوبايتين اتنين، ده احسن حاجه. حاولي ان انت لو انت عندك يعني تلات رز زي دول كده، حاولي ان انت تقطعيهم وتعملوهم على كوبايتين. طيب المكون التاني معايا، معانا المكون التاني يا جماعه زي ما انتم شايفين كده معايا الليمون. انا هاخد الليمونه دي ليمونه كامله، خدها باشراب حلا، لان طبعا انا حابه ان انا استفيد من الزيوت اللي موجوده في جلد قشره الليمون، ده هتبقى كويسه جدا. هقطعها حوالي شرايح كده، شريحتين ثلاثه اهو، بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده اهو، تمام لغايه كده كويس جدا.
معانا بقى برضو عودين من القرفة او الدرسين عشان الناس اللي هي برا مصر. ده يا جماعة عودين من الدرسين او القرفة عندنا اهو بالشكل ده كده، ده كده خلاص. لو انت عندك القرفة الناعمة مفيش مشكلة خالص عشان ما تقفيش، ممكن تحطي القرفة الناعمة. في مكون بقى رابع ان شاء الله هنحطه بس بعد ما نغلي الوصفة ديت ان شاء الله اقول لكم عليه. المكون الرابع دوت ده اهم مكون معايا وان شاء الله ده هيزود معاكي معدل الحرق بطريقة كويسة جدا. دلوقتي معايا كوبايتين مية مغلية زي ما انتم شايفين كده، ده كده يا جماعة اهيت زي ما انتم شايفين. هنغطي عليها بقى كده دلوقتي كده يا جماعة، هنغطي عليها عشان الزيوت تتغير، وهنحطها على نار هادية حوالي 5 دقايق ان شاء الله ونرجع لكم تاني. ده كده يا جماعه نزلناها على النار بعد ما قعدت حوالي 5 دقايق بالشكل ده كده. بس اهم حاجه عندي لو انت بتعملي الوصفه حاولي ان انت ما تكشفيش عليها خالص لغايه ما تبرد معاكي والبخار اللي طالع ده كلاته ينزل تحت في قلب الوصفه بتاعتي. بس انا هكشف عليها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده علشان احط المكون الرابع اللي انا قلت لكم عليه وهنقفل عليها تاني. معانا يا جماعه المكون الرابع زي ما انتم شايفين، معايا كده حوالي نص معلقه صغيره من الزنجبيل. لو انت عندك زنجبيل فريش ممكن تغليها مع القرفه، ما عندكيش زي البودره كده حاولي ان انت تحطيها اهي وتقلبي عليها زي ما انتم شايفين كويس جدا بالشكل ده كده اهو، وتقومي مغطيه عليه لغايه ما تحسي ان البخار ده كلته نزل في قلب الوصفه اللي احنا عملناها. ده كده يا جماعه بعد ما بردت معايا بالشكل ده كده هنبدا الوقت ان احنا نصفيها اهو. ده كده صفيت الكوبايتين، قلت بقى الليمون زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، والقروص الجرجير اللي قروص الفجل. ده كده يا جماعه صفينا الوصفه زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم طبعا هناخد كوبايتين ولا هناخد قد ايه في اليوم، بس حابه قبل ما اقول لكم هناخد كم كوبايه في اليوم هقول لكم على حاجه مفيده جدا لازم تستفادوا من الوصفه ديت مني. الوصفه دي اللي هياخدها خلاف الناس اللي هي بتخس كمان، ده كويسه جدا لمشاكل القلب، كويسه جدا للجهاز الهضمي، يعني هي كويسه جدا في الهضم وكويسه جدا لتصلب الشرايين. الناس كمان اللي هي عندها ضغط، الناس كمان اللي هي عندها ضغط عالي ولا حاجه، ده بتهدي الضغط او بتوطي الضغط بتاعها، يعني بمعنى اصح فيها فوائد كتير جدا جدا، يعني يعتبر اقدر اقول لك ان هي وصفه ذهبيه، وصفه كويسه جدا هتخلصنا من السموم العنيده الموجوده في جسمنا، بالشكل ده كمان هتخلصك من سموم الكبد، يعني فيها فايده من جميع الانواع. خلاص انا كده وضحت لكم كل حاجه ووريتكم فوائدها ووريتكم كل الحاجات الهامه اللي فيها. تعالوا بقى كده نشوف هناخد الكوبايه دي امتى. الكوبايه دي يا جماعه هتتاخد مرتين في اليوم، حابه تاخديها 3 مرات مفيش مشكله، بس الافضل خديها مرتين في اليوم، مره قبل الفطار بنص ساعه، يعني قبل ما تاكلي قبل ما تشربي خديها قبل الاكل كده بنص ساعه، تمام؟ قبل العشاء برده او قبل ما تروحي تنامي ممكن قبل العشاء بنص ساعه ممكن ان انت تاخديها، ده هتبقى كويسه جدا، بس الكميه الباقيه احتفظي بيها في الثلاجه عندك. اهم حاجه تكوني مخزنه الكميه اللي باقيه عندك او الكميه المتبقيه يكون في اناء زجاج زي ما انتم شايفين كده، او عندك اي ازازه ولا حاجه حطها فيه وحطها في الثلاجه. بعد كده عند ما تيجي تاخديها هتدفيها شويه وتاخديها وهي دافيه، ده هتبقى كويسه جدا. حابه ان انت الطعم بتاعها مش هيبقى مسحاب او هيبقى له مراره شويه، حطي عليها معلقه عسل طبيعي، ده هتبقى كويسه جدا، عسل ابيض طبيعي، خلاف كده بلاش سكر بلاش عسل اسمر، الحاجات دي كلها بلاش. بس الافضل لو انت قدرت ان انت تاخديها من غير عسل من غير اي سكريات من غير اي حاجه، ده هتكون احسن وافضل، وان شاء الله خلال اسبوع واحد بس هتبصي تلاقي بفرق كبير وهتلاقي نتيجه كويسه جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم باذن الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشيروه علشان ناس كتير تستفاد من وصفتنا النهارده.